هو فين؟ طبطب. خيرك شو عم يجعلك؟ ما عم يوجعنيش ايه. لك عم شوفي الحقيقة يا دكتور أنا جاي وقصدك بخدمة. شو هي؟ أنت دكتور بتعرف تحكي إنجليزي ما بتعرف تحكي إنجليزي؟ إيه بعرف أحكي إنجليزي. طب فما شو تكتب لي هيك على المكتوب عنوانه لعمي بإنجليزيا؟ شو هي إنجليزيا؟ اللي بيحكوا فيها انجليزي. انجلترا اصدق؟ هي هي. ماشي ماشي هات الظرف. هي مكتوب دكتور. شو العنوان؟ العنوان انجليزيا. انجلترا فهمناها هي. اي مدينة؟ ما بتفرق، حط من عندك. ولك شلون حط من عندي يا بني ادم؟ اي مدينة عم نقول لك لازم يكون في مدينة معينة. العاصمة شو اسمها العاصمة؟ لا حول الله. لندن. ماشي الحال. راح يجي مع بريطانيا لندن. ايه لندن. اي شارع؟ هو علينا احد من عندك دكتور حد من عندك. كنت فوق مديرية النحل لأنه واصلني رسالة من عمي. من عمك ده؟ ولك عمي اللي بإنجليزيا شفي. ليش عمك شفي؟ صار بإنجليزيا ما شاء الله. ليش ما بتعرف؟ لا وحشات من كل دكن ما بعرف. شو بعرفني؟ أول مرة بعرف إنه عندك عم بإنجليزيا. ليش كارش حادي هنيك ولا جودة يعني أحسن من هنا إن شاء الله هيك الله ورجهنا؟ لا ولا ليك ما أفهمه ليه؟ عمي شفيق من زمان ترك كار الشحادة، ولاده كلهم دكاترة ومهندسين، ابنه الكبير انجنور بعت له على انجليزيا ومعيشه ملك، وانت ولا شو موقفك ها؟ انا بدي روح مكتوب لعمي بنزويلا ابعث له اياه لهونيك. وليش تتعذب حالك؟ هاتو، انا بكره رايح على الناحية، بتحشدك اياه بصندوق البريد، ها؟ ما بدي عذبك الله. عذبك روح يكتر خيرك ويكبر طولك ان شاء الله. جربوا انا ولاد لك حزيرة بلع جربوا طالع بالطلعه وجربوا